كان جيت اسمي فريد ولا نعش ولا معتز ومرتي فرنسوية وعندي برشا فلوس، انا ناكد لك اللي التشويه هذا الكل ما كانش يصير. على خاطر كي تجي تشوف شنو اللي قاعد يصير، كل ديما يرجعوني الراجل، راجلك كاني انا في الحقيقه مانيش موجوده، كاني انا ما نجم نكون موجوده كان على خاطر عندي راجل. انا ما نجمش ألفة الراس كامراه تونسيه نكون عندي فلوسي ونكون عندي مواقفي ونكون يعني عندي الولاء لبلادي، ما نجم نكون عندي الولاء كان البلاد راجلي. هذا اللي مش فهمته، يعني واحد يتسائل هل مشكلتهم الناس هذوما زاده اللي انا امراه، مش كان حكايه تعيش تونسي ولا حكايه ألفة الراس ولا حكايه فرنسا. راهو ما ننساوش اللي السياسه عالم نتاع رجال قليل، وين تلقى مراه في السياسه وبالاخص في السياسه كما نقولوا في منصب كبير ولا في مقر قرار. دونك ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا معاها، شو يعملوا لها، يرجعوها لرجلها، حطوها وراء رجلها، كنا هي معناتها كني قصر انا، كني انا ما نجمش نكون عندي موقف ونكون عندي ما نقول في روحي، ما نجم نكون الا مرت فلان. ملا انا مانيش مرت فلان، انا قبل ما نكون مرت فلان صعب بنت فلان، بنت التراس من بنزرت تونسيه، قريت هنا وكبرت هنا ودارنا هنا وصحابي هنا والعباد اللي نحبهم هنا وهذه بلادي. على خاطر كان جيت عيني فيها فرنسا راني عايشه فيها، اما انا راجلي هبطت وفسير لتونس، مش هو هزني لفرنسا، انا جبته لتونس ويعيش في تونس ويتكلم بالتونسي، ما اكثرش من هكا.